كتير اتكلموا عن الشراكه ان هي خصخصه للتعليم، الحقيقه هي عكس الخصخصه تماما، بالعكس ما دخلش معانا ولا اشترك معانا في المشروع غير المستثمر اللي عنده حس وطني عالي جدا، والحقيقه كان من اكتر المستثمرين اللي دخلوا معانا هم المصريين اللي عايشين في الخارج مده طويله، ولما سمعوا عن المشروع وقروا الاعلان ابتدوا يتصلوا على الوحده عندي وليا انا شخصيا يسالوا احنا ممكن نساعد ازاي؟ طب احنا مش عايزين نكسب بس عايزين نعمل حاجه لبلدنا، عايزين نبني مدرسه، طب في ارض في القريه بتاعتي، وكل واحد فيهم مهتم جدا ان يبقى في قطعه ارض متوفره في القريه بتاعته عشان عايز يبنيها ويشغلها ويدفع الرننج كوست بتاعتها خدمه منه لبلده. فعشان كده المشروع عمره ما كان خصخصه. لما نيجي نتكلم على نطاق اقتصادي عشان ناكد ان هو مش خصخصه، الارض المفروض ان هي ارض الشعب، ملك الشعب كله. انا بديها لمستثمر فتره من الزمن 30 سنه بعقد شراكه بيني وبينه، انا كحكومه بدخل معاه بقطعه الارض، ثمن قطعه الارض داخل في الدراسه الماليه اللي هو عاملها بالزيرو لان انا متحملها، وبالتالي ده بيقلل من قيمه المصروفات المدرسيه اللي هو هيحددها على الطالب، لان المصروفات المدرسيه دايما بتتحدد عن طريق فاينانشال موديل او دراسه ماليه بتقول والله انا صرفت اكس مليون على ثمن الارض، اكس مليون على المباني، اكس مليون على الرن كوست، وبالتالي انا بطلب مصروفات مدرسيه بتحدد بكذا على مدار السنوات، ببتدي اخد البروفيت بتاعي او المكسب بتاعي.